انا هقاطع الاستفتاء علشان ده دستور كتبته لجنه معينه من العسكر والفلول. انا هقاطع الاستفتاء عشان العمليه كلها تمثيل في تمثيل. نقاطع الدستور عشان انقلاب اسقط كل مؤسسات الدوله المنتخبه وكمان اسقط كل معايير انسانيه. أنا بقاطع الاستفتاء علشان العسكر شطب على صوتي وصوتك في 5 استحقاقات انتخابية. أنا بقاطع الاستفتاء عشان بيقول إن في حرية تعبير واللي بيقول لأ بيتقبض عليه. بقاطع الدستور عشان مستقبل ولادي. اللي بيعلق بوستر يقول لأ برضه بيتقبض عليه. أنا بقاطع الدستور عشان شاكك في الإجراءات اللي هيتم فيها الاستفتاء. أنت لو شاكك في إجراءات بنك والقائمين عليه أكيد مش هتحط فلوسك فيه. اللي يضمن لك انهم مش هيشتغلوا على اصواتنا تاني لو النتيجه ما طلعتش على مزاجهم. بعد ثوره 25 يناير كان نفسي اشوف بلدي احسن بلد في الدنيا. بس بعد اللي حصل في 3 يوليو محدش يستأمن الناس دي على اي حاجه. وعلشان دي خيانه لثوره 25 يناير ولدستور 2012 اللي وافق عليه اغلبيه الشعب. أقاطع دستور كتب بدماء شهدائنا، شبابنا، بناتنا، اطفالنا، شيوخنا. وحتى لو عملوا احسن دستور في العالم محدش هياخد بيه ومحدش هينفذه، وعشان كده انا هقاطع الاستفتاء. هقاطع عشان صوتي وصوتك ما يتسرقش تاني. انا مقاطع عشان ده استفتاء بخانه واحده. اهم حاجه حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا. قاطع الدستور عشان صوتك ملوش لازمه.